مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل نجدد لكم التحيه، وها هي انطلاقه جديده من انطلاقات التحدي والاثاره، توطن التاسع عشر تمت بعون من الله تعالى وتوفيق انطلاقته، وخاص في هذا الشوط للاذاعه القعدان المحليات الاصايل، هنا ايضا مع اشواط الانتاج والمنتجين، هنا ايضا بهذه الشعارات وبهذه التحديات الصباحيه التي نتابعها في مسيرة الانطلاق ومسيرة التحدي، هنا أيضا لمسافتنا 6 كيلومترات نتابع معكم هذه المسيرة، نتابع هذه الانطلاقات هنا والإثارة هنا لهذا الشوط خاص بالقعدان المحليات الأصايل ومقدمة هذا الشوط والمركز الأول والمنطلق على الصدارة وعلى المقدمة والمركز الأول، يأتينا هنا الدرع لخالد بن حميد بن حارب المهيري المنطلق على الصدارة، ولكن أرى التغيير في هذه اللحظات على المقدمة وعلى المركز الأول من انطلق بهذه الانطلاقة هنا والتحديات، يأتينا مندفعا بصدارة هذا الشوط هنا والمنطلق ملبي لسهيل بن الدحب بن قنازل العامري من يأتي على الصدارة على المقدمة، هناك يأتي الباسل لسالم بن مطر بن حاذا الاجتبي والدرع الخالد بن حميد بن حارب المهيري، وهنا السيل لسالم بن راشد بن غدير الاجتبي ينطلق بهذه الانطلاقة، والقادم القادم هنا الدرع لمطر بن خلفان بن مطر بن كنه الشامسي يأتينا على المركز الخامس وسادس المراكز، المنطلق هنا البترول حمودة بن علي بن بليشة اللي يجتبي من ينطلق هنا على المركز السادس والمركز السابع، يأتي الريم العلي بن حمودة بن علي الظاهري منطلقا هنا مع الريم بهذا الانطلاق الجميل وتحدي، بينما القادم هنا سامر المبارك بن محمد بن نصرة العامري من يأتينا بسامر هذه الانطلاقة، بينما القادم على تاسع المراكز ضرب سالم بن جابر بن عبيد بن هياي المنصوري منطلقا بهذه الانطلاقة، عاشر مراكزنا بين مسلم بن علي بن دري المنصوري من يأتي على المركز العاشر، هذه هي النتيجة لمراكزنا العشرة الأولى المنطلقة بهذه التحديات هنا مع مسيرة هذا الشوط، هنا نتابع ونعود إلى الصدارة إلى المقدمة إلى المركز الأول وإلى الصدارة، هنا هناك ملبي على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، يسيطر للسيل بالدحبة بن قنازل العامري المنطلق على الصدارة على المقدمة والمركز الأول، بينما ثاني مراكزنا يأتينا هنا السيل سالم بن راشد بن غدير الكتبي المنطلق هنا على المركز الثاني والمركز الثالث، هنا الدرع مطر بن خلفان بن مطر بن كنا الشامسي من يأتينا على المركز الثالث، المركز الرابع البترول حمودة بن علي بن بليشة اللي يكتبي، ويأتي الدرع خالد بن حميد بن حارب المهيري من يقدم على المركز الخامس، سادس مراكزنا الريم علي بن حمودة بن علي بن حمودة الظاهري والشاعر مع ذرب هنا المنطلق، هنا سالم بن جابر بن عبيد بن هياي المنصوري من يقدم هذا الانطلاق، بينما بين سلم بن علي بن دري المنصوري القادم على المركز الثامن وتاسع المراكز، الشميمي سعيد بن سهيل بن سالم بن القطري الخيلي من يأتينا هنا على تاسع المراكز، والمركز العاشر سامر هنا لمبارك بن محمد بن نصرة العامري على المركز العاشر، هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى المتقدمة لنا، عودة مشاهدينا ومتابعينا الكرام إلى الصدارة إلى المقدمة وإلى المركز الأول، لا زال ملبي على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، ملبي المنطلق بصدارة هذا الشوط وبالمركز الأول، ملبي المندفع على الصدارة هنا بشعار سهيل بالدحبة بن قنازل العامري من يأتي على الصدارة وعلى المركز الأول، بينما المركز الثاني السيل
سالم بن راشد بن غدير الكتبي من يقدم السيل على المركز الثاني والمركز الثالث. هنا بن كنا مع الدرع، مطر بن خلفان بن مطر بن كنا الشامسي مع الدرع على المركز الثالث. المركز الرابع الريم علي بن حمودة بن علي بن حمودة الظاهري مع الريم بهذه الانطلاقة الجميلة. أرى التسلل من الجانب الآخر القادم، ذرب سالم بن جابر بن عبيد بن هياي المنصوري والدرع خالد بن حميد بن حارب البحيري هنا منطلقا. أما السابع المراكز يأتي بين سلم بن علي بن دري المنصوري الشميمي سعيد بن السيل بن سالم بن القطري الخيلي من يأتينا هنا بهذه الانطلاقة الجميلة. وتاسع المراكز يصل الأسد هنا الشريقي بن حمودة بن الزفنة الحرسوسي من يأتي هنا هذا الانطلاق الجميل. وسامر عاشرا بارك بن محمد بن نصرة العامري. هذه هي النتيجة، هي النتيجة لمراكزنا الأولى الأولى هنا في هذا الشوط ما قبل شوط الختام آخر أشواط القعدان المحليات مع الإنتاج والمنتجين. نتوبع الصدارة وهالي مصانع الجنوب على الصدارة على المقدمة مع ملبي، ملبي على الصدارة وعلى المركز الأول، ملبي هنا للسيل بالدحبة بن غنازل العامري على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، بينما المركز الثاني المركز الثاني درع مطر بن خلفان بن مطر بن كنا الشامسي من يأتينا هنا على المركز الثاني والمركز الثالث. هنا بين من تسلل، سلم بن علي بن دري المنصوري ويأتي ذرب سالم بن جابر بن هياي المنصوري على المركز الرابع بهذه اللحظات. والمركز الخامس أول نداء لرعد، رعد مبارك بن محمد بن سعيد الشومسي القادم بهذه اللحظات بهذا الانطلاق. شعار بن يعان، شعار بن يعان من يأتينا بهذه الانطلاقة. وهنا الأسد الشرقي بن حمودة بالزفنة الحرسوسي، ولكن الصدارة الصدارة مع ملبي على صدارة، ملبي على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط مندفعا بالمقدمة. قام راس ينهي هذا الشوط راس ملبي للسيل بالدحبة بن قنازل العامري من يأتينا على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. هنا الذرب ينطلق سالم بن جابر بن هجاي المنصوري على المركز الثاني. هنا الشاعر يا قادم بهذه الانطلاقة الجميلة، ولكن الصدارة مع ملبي مع الأربعمية متر الأخيرة. هنا ملبي على صدارة، ملبي على المقدمة وعلى المركز الأول. سلام مصانع الجنوب، سلام سلام على آلي لوغن على هذه الانطلاقة الجميلة. وتحدياتي هنا ملبي تهانينا للسيل بالدحبة بن قنازل العامري على هذا الفوز المميز هنا لملبي ولحظة وصوله إلى خط نهاية معلن الفوز ومعلن ناموس. تهانينا، ها هي لحظة الوصول إلى خط النهاية. المركز الثاني وصل ذرب سالم بن جابر بن هجاي المنصوري من يأتينا ثانيا، وعلى المركز الثالث الدرع مطر بن خلفان بن مطر بن كنه الشامسي. بين هنا المسلم بن علي بن دري المنصوري والدرع يأتينا هنا لخالد بن حميد بن حارب المهيري على المركز الخامس. نعود مع التوقيت الزمني ولحظة الوصول هنا أيضا بانطلاقة وتحديات. هنا إذا ملبي بتسع دقائق 15 ثانية، خمسة أجزاء من الثانية. تهانينا وناموس على هذا الفوز المميز الجميل هنا بشعار أيضا سهيل بن الدحبة بن غنازل العامري، بينما المركز الثاني الذرب وسجل توقيت زمني مقداره هنا 9 دقائق 18 ثانية جزئين من الثانية. تهانينا لسالم بن جابر بن عبيد بن هياي المنصوري. أما ثالث مراكزنا فكانت التحديات الأخيرة من قبل هنا من أتانا هذا الانطلاق المميز الجميل وانطلاقته وتحدياته. هنا أيضا بتسع دقائق هنا أيضا بهذا الأداء الجميل 23 ثانية، 7 من الأجزاء من الثانية. الدرع المطر بن خلفان بن مطر بن كنا الشامس